وللوقوف عند التحضيرات للعملية الانتخابية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الدبلوماسي والباحث السياسي الدكتور غازي فيصل. سعادة السفير مرحبا بكم. أهلا بك سعادة السفير. في ضوء هذا الصراع بين شركاء العملية السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية، لكن من له القدرة على حسم هذا الصراع؟ هل هو العبادي أم الحشد أم جهات أخرى سعادة السفير؟ أعتقد يصعب الآن التقدير من سيفوز في الانتخابات القادمة. هناك تقديرات أن الكل سيتساوى يعني بالنتائج. أيضا يصعب التقدير أن التنافس حاد والتدخل من قبل دول الجوار أيضا واسع، وحتى القوى الدولية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولا ننسى الدور الإيراني الواسع النطاق للتدخل في الشؤون السيادية والانتخابية للعراق. أيضا لا ننسى أن هناك مشكلات كثيرة تواجه هذه العملية الانتخابية. التقارير تشير أن سكان العراق 35 مليون نسمة، ومن يحق لهم الانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي 24 مليون ناخب، لكن المفوضية تشير أن الحق يشمل فقط 12 مليون ناخب. أيضا هناك مشكلة النازحين، ربع مليون إنسان فقط يحق له الترشيح وزودوا ببطاقات، بينما هناك مليونين ونص نازح في أكثر من 70 معسكر. مجهول الوضع العام ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات، ولا نعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت المفوضية لعدم منح مليونين ونص نازح في المخيمات، في أكثر من 70 مخيم، الحق في ممارسة هذا الحق الدستوري. سعادة السفير، نقطة أخرى مهمة. نعم. طيب سعادة السفير، يعني هناك من يرى، وهي آراء طبعا متعددة وقابلة للنقاش، هناك من يرى أن حظوظ العبادي ربما تكون أكثر من غيره في حسم نتيجة الانتخابات، لأن العبادي ربما يحظى بقبول أمريكي أوروبي. المنظور للدورين الأمريكي والإيراني في تحديد نتائج الانتخابات وحسم ملف الرئاسة، كيف سيكون سعادة السفير؟ نعم، يعني التقارير عموما تشير إلى ارتياح تجاه السيد العبادي ليتمتع بدورة ثانية لرئاسة الوزراء، لكن بالتأكيد كما لاحظنا في الانتخابات السابقة التدخل الإيراني واسع، ونتذكر في البداية كيف كانت إيران مع المالكي وبعد ذلك أصبحت مع العبادي، كيف الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن المالكي وذهبت باتجاه خيار العبادي. اليوم نحن أمام مجموعة من المرشحين، السيد العبادي وأيضا مرشحون آخرون على سبيل المثال من بدر أو من الفتح أو من الدكتور اللي كان وزير النفط في حينها ووزير المالية، أيضا عادل عبد المهدي، هناك شخصيات. لكن الموضوع اليوم لن تظهر بعد الانتخابات وفق التقديرات أغلبية واسعة أو كتلة تحظى بأغلبية واسعة. سيكون هناك جميع من سيفوز بعد الانتخابات مضطر لإجراء تحالفات جديدة أخرى، فهذه التحالفات ستكون بناء على صفقات، وعبر هذه التحالفات والصفقات سيتم التنسيق لترشيح رئيس الوزراء اللي يكون أكثر قوة وأكثر حظا لتسنم هذا المنصب. لكن أكيد أن الموقف الأمريكي، السفارة الأمريكية في بغداد، وأيضا الدور الإيراني سيكون حاسما في مسألة الاتفاق على تعيين أو تحديد من سيكون رئيس الوزراء القادم وبقية المناصب أيضا طبعا، وحتى لاحقا بالنسبة للوزراء والتعيينات للمناصب السيادية في الجمهورية العراقية. سعادة السفير، إذا ما تحدثنا عن حجم المشاركة وفق ما مرت به مناطق العراق من فوضى أمنية، سيطرة داعش على مناطق شاسعة من العراق، هناك أزمات اقتصادية، هناك بطالة، وهناك مشاكل كثيرة جدا، تعتقد حجم المشاركة ستكون ضئيلة سعادة السفير؟ أعتقد أن حجم المشاركة ستكون ضئيلة إذا لم تكن ضئيلة جدا. هناك يأس، هناك إحباط من الحكومات المتعاقبة، من الفشل
الاقتصادي، الفشل السياسي، الفشل الأمني، الحروب، هناك حجم البطالة الواسع، الفقر المدقع اليوم اللي بدأ يعاني منه شعب العراق، التخلف على صعيد البنية المجتمعية والثقافية والإنسانية، المسائل الأخلاقية اللي تتعلق بحقوق المواطنين على صعيد الدولة والمجتمع، كل هذه الأمور تدفع، يعني مثل ما لاحظنا كيف إحدى الاحتفالات لحزب معين كيف الناس هاجموا الوجبات الغذائية بسبب الجوع. هناك جوع، هناك فقر، هناك ظلم، هناك تعسف، هناك انتهاك لحقوق الإنسان، هناك انتهاك للحريات. كل هذا اليوم اللي طال المجتمع العراقي والشعب العراقي من 2003 لليوم أكيد لن يكون حافز ودافع قوي من أجل الذهاب للانتخابات. ولهالسبب الناس تبيع البطاقات، تبيع البطاقات 200 دولار بسبب الجوع، لكن المشتري يشتري من أجل أن يحجب هذه الأصوات عن غرمائه. هناك مشكلة حقيقية في هذه الانتخابات القادمة، هناك ظلم، يعني لن تستطيع هذه الأحزاب، هذه الطبقة الفاسدة أن ترفع الظلم عن الناس وتنشئ نظام للعدل. أيضا نتذكر فتوى المرجعية بأن المجرب لا يجرب، ونفس هذه الشخصيات اللي يفترض أن تطالها هذه الفتوى بمعنى عدم الترشح للانتخابات لكل من تحمل مسؤولية ومنصب في الوزارات والحكومات السابقة وعلى صعيد الدولة، لن يرشح ولن ينتخب في هذه الانتخابات. مع ذلك الأصوات، الصور ما زالت مرتفعة، والدعاية ولا لكن سعادة وكان... السفير نعم. لكن نعم. نحن يعني نلاحظ أن الوجوه هي نفسها، وحتى الكتل على الرغم من أنها قد تفككت لكنها تحمل نفس الوجوه. لكن دعني أستثمر الوقت معكم سعادة السفير، ويا حبذا أن يكون الإجابة بشكل مختصر. تعتقد أن من يحملون السلاح خارج إطار الدولة، الميليشيات وغيرهم، ستكون لهم الكلمة الفصل في نتائج الانتخابات سعادة السفير؟ مؤكد سيحاولون الضغط عبر هذا الإرهاب المسلح على المجتمع عبر الأساليب القمعية، إرهاب تخويف الناس، مثل ما لاحظ مثل ما يحصل بالبصرة، بالناصرية، بالعمارة وغيرها من الأساليب في بغداد، غيرها من المدن العراقية. لكن أعتقد أن الشعب العراقي اليوم بعد هذا الظلم والرعب والإرهاب خلال 15 عام لن يهاب التهديدات العسكرية أو غيرها من أشكال التهديد. الصور اللي نشوفها في كربلاء، في النجف، في الناصرية، في العمارة، في البصرة، هي تتجاوز الخوف. يعني هناك حاجز الخوف غير موجود عند الناس بسبب حجم الظلم الكبير وحجم الفساد المالي والإداري. أعتقد هناك تغيرات جوهرية يجب أن تحدث في داخل المجتمع العراقي لكي تقود الإنسان نحو نظام للعدالة والمساواة والقانون والحقوق والديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل للثروة وضمان حقوق الإنسان. هذا هو المطلوب. نعم سعادة لكن السفير، مع الأسف هذه الطبقة لن تستطيع أن تصل بالمجتمع إلى هذا النموذج الديمقراطي القانوني الحقوقي للدولة في العراق. نعم. من عمان الدبلوماسي والباحث السياسي الدكتور غازي فيصل، شكرا جزيلا لكم.